السلام عليكم. اليوم غادي نفسر شويه ما هي زراعه، ما هي قياس العدسات. الناس اللي كنفحصوهم تلقى عندهم مثلا قرنيه مخروطيه، ولا عندهم مقاسات عاليه في العين، ولا عندهم باغي عدسات، يمكن نقترحوا عليه عدسات صلبه او عدسات من نوع سكليرا. هنا غادي نفسر شويه شنو هي العدسات الصلبه وشنو هي العدسات السكليرا، ما الهدف منها وشنو الفرق بيناتهم وكيفاش كيتم القياس ديالها. قياس العدسات هو عمل طبي تقوم به الطبيب العينين اللي مختص في هذا المجال، ومن بعد كينتهي الفحص ديالو بوصفه اوردونونس اللي كتاخذو كتمشيو بها عند نظارتي بائع النظارات وبائع العدسات باش هو اللي تيكومونديكم لابوتي. دونك واحد المرحله كتتم بجوج مراحل، واحد العلاج بجوج مراحل. المرحله الاولى عند الطبيب العيون اللي تيقوم بقياس العدسات، ومن بعد كتاخذو وصفه اللي كتمشيو بها عند نظارتي اللي تيقوم ببيع هذيك العدسه للزبون ديالو. فهنا كيفاش، لماذا العدسات؟ الناس اللي عندهم قرنيه مخروطيه تيكون عندهم واحد الاعوجاج في القرنيه، فكما كنتكلموا عليه في الفيديو الاخرين ان الاعوجاج كيؤدي ان النظارات ما كتعطيش واحد الصوره واضحه. فالعدسات الصلبه او العدسات سكليرال هي هنا هي صلبه، خلافا عن العدسات اللينه ما كتتبعش الشكل ديال القرنيه، وانما كتظل كتفرض هي الشكل ديالها على العين، وهي بمثابه قرنيه اصطناعيه كنحطوها قدام ديال العين اللي كيدخل على الضوء بشكل انكسار واضح باش كتعطينا صوره واضحه. هذا هو علاش الناس اللي عندهم قرنيه مخروطيه مثلا ما كنعطيهمش العدسات اللينه الا في بعض الحالات الخاصه. هذيك العدسه نقوم بقياسها في العياده ولا في مستشفى ديال العيون ولا الصحه ديال العيون، واللي تيقوم فيها الطبيب بالقياس او لادابتاسيون دالوبتي. كيف تاتي؟ عندنا كيكون عندنا كنعملوا لا توبوغرافي كورنيه، فحص التوبوغرافي القرنيه باش كنعرفوا الشكل القرنيه، كنعرفوا التحدث ديالها، واللي كيقدر يعطينا فكره على اول عدسه غادي نحطوا في العين للتجارب. تنقوموا بتجريب العدسات، فتيكون عندنا واحد لي بواط اللي فيهم عدد من العدسات لا الريجيد ولا السكليرال، وكنقوموا بقياس العدسات. يعني كنشدوا واحد العدسه على حساب داك التحدث اللي لقينا، وكنلبسوها للمريض وكنحملوا واحد الفتره، وكنعاود المريض يقولوا بلسي شويه، وكنعاودوا ندوزوا نفحصوا بالمجهر داك لاباري اللي كيفحص لك العينين، وكنقدر نقول له لا هذه العدسه راه مزيره بزاف، بدلها طلع في القياس. يعني بحال لا كنقيسوا شي صباط، بحال لا عندك واحد القياس رجليك وكتمشي وكتجرب 37 و 38 و 39 وكتشوف شنو هو الصباط اللي غادي يجي قد رجليك. فبنفس الطريقه كنقوموا بالقياس ديال العدسات، عندنا عدد كبير ديال العدسات، كنشوفوا الشكل ديالها اللي غادي يجي مع المرحله الاولى هو البحث عن العدسه الديامتر ديالها والشكل ديالها اللي غادي يجي مع المريض، اللي ما غايفروش ما غايحلقوش ما غايطحلوش، واللي غيعطينا واحد الصوره حنا كنقلبوا عليها بالاجهزه ديالنا اللي كتعطينا فكره بان هذيك العدسه راه مصيبه مزيان. وبالتالي ملي كنقوموا ملي كنساليو هذه المرحله ديال نقلبوا على الشكل، عاد كنقوموا بقياس البصر فوق هذيك العدسه اللي كنعطيو للمريض واحد النظارات فوق ديك العدسه وتيجربهم تيلبس بهم، وبالتالي كنقوموا بدمج هذوك المقاسات اللي لقينا في النظارات داخل هذيك العدسه، وهي اللي كنكتبوا بها الفصول وكنصيفطوها. الطريقه تختلف ما بين العدسات غيجيب سكليرال، ولكن يعني تتشابهان. من بعد المريض ملي كيمشي كيشري العدسه ديالو من عند نظاراتي بالوصفه، نظاراتي شنو خصو يدير؟ خصو يجيب الوصفه وكيصيفط الشركه وكتكون بالعدسه ديالو، كيجيبها تيعطيها للمريض وتيعلمو كيفاش يغسلها، كيفاش يعني كيعطي واحد المعلومات اللي حتى حنا كنعطيوها حنا المساعدين ديالنا كيعطيوها. كيجيب لنا العدسه كنعاودو نوضعوها في العين ديالو وكنشوفو هل المقاسات اللي عطيناه هي نيت المقاسات اللي عطاوها له عند نظاراتي، واش هذيك المقاسات اللي كتبنا للمريض واش كترهم ليه؟ غيقولوا لي علاش غتعاود تجرب خطره ثانيه المقاسات؟ لان حنا البواط ديالنا ديسي اللي تيكون عندنا تيكون فيهم تحدبات متغيره، ولكن كاين بعض الناس عندهم واحد تحدبات خاصه، ففي بعض الحالات ملي كنشوف ديك الصوره كنقدر ندير انا غير واحد العمليه حسابيه ديال تغييرات في الجنبات القرنيه ديال العدسه، واللي ما كتكونش عندي العدسه ديالها. يعني بالطريقه التجربه ديالنا كنقوموا بتغييرات على جوانب ديال العدسه مثلا، ملي كتكوموندو كترجع كنتاكدوا بان هذيك التغييرات اللي درنا واش مزيانه ولا لا. في بعض الحالات اغلب الحالات العدسه كتكون مزيانه وكياخذها المريض وكتبقى صالحه له، عاده اللي مكتوب 18 شهر يعني عام ونصف والعدسه صالحه. بعض الحالات كيكون فيها ان العبار اللي حسبناه داكشي ما خرجش هو هذاك 100%، كنقوموا بتغيير هذيك العدسه، كنقدروا نعاودوا بحال كنعاودوا القياس وكنعاودوا نرسلوا لنظاراتي وتتغير العدسه بالمجان، لانها كتعتبر داخله في اطار القياس الاولي ديال هذيك العدسه.
الان ما هو الفرق بين العدسه الريجيد والسكلير؟ العدسه الريجيد هو واحد العدسه تكون صغيره في الحجم ديالها وكتكون على القرنيه هنا. هذه العدسات هذه كتقدر كتكون كتحرك عاده، بعض المرضى ما كيتحملوهاش بزاف لان كتقول كديه الضو كتحرك كتحمر لهم عينيهم كذا كتسطح. وكاين عدسات سكليرا اللي هما نوفل جينيراسيون، اللي واحد العدسات اللي كتجيب البياض للبياض، الهدف منها انها ما كتقيش القرنيه، الهدف من ان عاده المريض ما كيحش بها بزاف عينه، انها كيقدر يرتاح فيها اكثر، وانها كتوصل الاكسجين للعين وكتخلي العين رطبه، فهي كتستعمل من غير القرنيه المخروطيه حتى الناس اللي عندهم العين الجافه ولا القرنيه الجافه. فهذيك العدسه اللي كتكون سكليرال كتقدر تصح لنا حتى دوك الكيراتوكو اللي تيكونوا افونسي بزاف واللي تيكونوا حتى واصلين لمرحله اللي تيتقال لهم ان خصك تزرع القرنيه، وبعض الحالات ما كنحتاجش تزرع القرنيه وحنا نستعمل هذه العدسات السكليرال. فعاده هذو هما المعلومات اللي خص المريض يعرفهم. الناس اللي مجربين العدسات الريجيد واللي ما عاجبينهمش فحنا كنحتوهم يجربوا السكليرال، لان راه ماشي نفس الشيء. عدد كبير من الناس اللي يدخلوا تيقول لك انا العدسه ما تصدرش لي عليهم، جربت الريجيد وما عجبونيش وما بغيتش نرجع للعدسه. حنا كنقولوا لا، العدسه السكليرال هي مختلفه تماما على العدسه الريجيد، الاحساس ديالها مختلف تماما، فلا باس ان المريض يجرب العدسه السكليرال قبل اننا نمشيو لعلاجات اخرى كالحلقات وكمثلا زراعات القرنيه. دونك هذا الفيديو درته للناس اللي اقترحت عليهم قياس العدسات الريجيد والسكليرال كيشوفوه، وديك الساعه كان شي اسئله اخرى حنا موجودين انا والطاقم ديالي باش نجاوبكم عليها. وشكرا.